عندك في الشركة كتايب القدافي كتايب القدافي تواصل وصفها لي منطقة المرابح مساء هذا اليوم ونلاحظ هذه الاشتباكات هذه سيارة كتائب القذافي التي تقوم بقصف معبر المرابح هذه كتائب القذافي التي تقوم بقصف وعبر المرابح في محاولة يائسة للسيطرة عليه. ملاحظ كثافة النيران. هذه الرجمة ما يوضنا هرجة قومون بقص مامكم الجماعة لاباس تكاترة غادي نغلاء لاباس 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 ايوه ديدك البوتي مقربة تايل اللي فيكم ارغب جاوبة شداز لارا قربتي انت خلي ماشي هذه كتائب القذافي التي تقوم بقصف وعبر المرابح في محاولة يائسة للسيطرة عليه ملاحظ كثافة النيران هذه الرجمة ما يوضنا هرجة قومون بقص مامكم الجماعة لاباس تكاترة غادي نغلاء لاباس 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 ايوه ديدك البوتي مقربة تايل اللي فيكم ارغب جاوبة شداز لارا قربتي Thank you.
هذا قنطط نتاع الدور وصار انا عديت وصدم ما سنجدر ولا كود انت والله هذا فاول حوت القرار لها بساطة يض ليش كل الدور طول ما قصيت في حال هذا ومسين الرماية تمسوا صارح ونضربون في قيل ابني غزل ركب الدومة في الجين كنتي ملقى نهو شيء اللي قبل أغريد لا يريد يا ولد عم ما تعرفش كيف تركبه غزل تعرفت تشدني حتى كيف نشده ولا ما نعرف عشرة يلقرار بطروا لنت انت قسمت واحد اثنين ثلاثة اربعة ستة سنة ضلع سلكي توتلاي كلموا